صاروا يصرخوا فيه، طلعوا برا بلشوا يضربوا فيه، بلشوا يضربوا فيه في العصي، أو حملوا له السيارة ظلوا رايحين فيه. أنا كنتش متوقع بعد هذا السجن أنهم يرجعوا يخذوه، أو ما حبيتش أنهم كمان يرجعوا يخذوه كمان مرة، لأن صحته كانت تعبانة كثير وساتة بتعالج، أو وأنا خايف عليه كثير من الجيش أنهم يقتلوا. فتفاجأنا أنه مبارح الجيش الإسرائيلي بيعتقلوا. أتكلم في هذه الذاكرة التي مورس عليها الضرب ومورس عليها الظلم، أتكلم من هذه الذاكرة أنا الشخص الذي تعرض لهذا الأذى من دولة تسمى دولة حقوق إنسان تسمى إسرائيل، هذه دولة احتلال. هم يتحدثوا فيه أنه هذا الزلمة بيحكي علينا وبهدل فينا وفضحنا، فهم كانوا يتحدثوا فيه. فالمرة هذه أنا بقول فيه عليه خوف، وضع الصحي كان صفر يعني، فبلش شوي شوي يعني، فما كملتش يعني، بقول لك يعني لحد الآن هو بتعالج، ومبارح كان فيه إلى جلسة وما تمتش. كنت أروح معه على النادي ألعب معه هيك أشياء، إنه يروح وين ما يروح يأخذني معه يطششني، وبحب إنه يرجع لنا وما يعملهمش يخذوه. طيب تحكي لي كيف كان شعورك لحظة الإفراج عنك وكيف شعورك هلأ؟ أنا خرجت بصدق وبأمانة من سجن صغير بقعة صغيرة إلى سجن كبير. كفر